أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة اليوم من مفتاح النجاح. ضيفتنا اليوم اللي نحن بضيافتها كوتش سهى تلحوق، رح نتعرف سوا عليها ولكن بعد الفاصل، خليكن معنا. أهلا وسهلا فيك كوتش سهى تلحوق ببرنامجنا لليوم. كوتش سهى حضرتك مايندسيت كوتش فور ريليشنشيب، وطبعا عندك تجربة طويلة بالكوتشينج وفي مواضيع أخرى كمان رح نحكيها مثل ما قلنا بهيدي الحلقة. بحب البداية وضح أنه موضوعنا عن المعتقدات، من وين بتجي المعتقدات، تأثير المعتقدات، والكل تقريبا صار بيعرف أنه المعتقدات هي اللي بتسير حياتنا أو هي المسؤولة عن حاضرنا وعن مستقبلنا. فبداية من وين تخلق المعتقدات؟ بالحقيقة الإنسان أول ما يخلق، يعني البيبي أول ما يخلق بيكون مثل الكمبيوتر الفاضي، إنه ما في شيء. مع الوقت بيصير ياخد كل الأشياء، يعني بيصير مثل السفنجة الناشفة بتشرب كل المعلومات من الناس اللي حواليه يلي هن أهله بالدرجة الأولى، بعدين بيصير المدرسة، بعدين بيصيروا أصحابهم والمجتمع اللي هو فيه. وبهيدي الفترة بيكون الولد بحالة منقلة بالإنجليزي hypnotic state، يعني كأنه منول مغناطيسيا لسبب كتير مهم. أول شيء الإدراك عنده ما بيكون موجود، يعني الإدراك ما بيكون تكون بعد، وما عنده القبلية أنه يرفض ويقبل هالمعتقدات. بقى مشان هيك كلها بتنزل بعقله الباطني، وبيكون بهيدي الحالة لأنه بهيديك المرحلة من 0 لـ7 سنين الإنسان بيكون في كتير قوانين إذا بدك اجتماعية بده يخدها، ولأنه بتكون كتيرة من يمكن العيب، من الحلال والحرام، من شو لازم نعمل ما لازم نعمل، وكل هالأمور يعني بالمجتمع بناخدها بتكون صعبة على الولد. مشان هيك بيخلق بهيدي المرحلة كأنه منوى مغناطيسيا، بيكتسب كل شيء، يعني بيكون مثل صفحة بيضاء 100%. والمجتمع والمعتقدات وكل شيء عم بيصير حوله بيشوفه عم ينكتب على هالورقة. صحيح، بيتشربن هيدا الولد وبياخدهم وبيقولوا بنقول انه بنحكي امرار قدام الولد اشياء، بنقول الولد ما بيفهم. هو صحيح ما بيفهم يحلل، بس مش يعني ما بيفهم يكتسب هيدا الشيء اللي عم نحكيه بغض النظر كان سلبي ولا ايجابي. وبعد 7 سنين بيصير كانه العقل السبكونشس الباطني تكون وكانه غطيناه. يعني هيدا الانسان وقت بيوعى بيبطل عنده علم شو صار معه بـ7 سنين. نعم، يعني منه واعي عليهم، يعني بيكونوا مخزنين، هو منه واعي بس هن موجودين واكيد عم بيأثروا اكيد بشكل غير مباشر او بشكل مباشر على حياته. وبهيدي الفتره كل مخاوفه حتى بيخدها، لانه مخاوفنا بتجي بنكتسبها يعني للحقيقه، وبتخلق معه كمان بهيدي الفتره بتتكون صورته الذاتيه. وهيدا كله اذا بدنا نغلفه كله بصير في عنا هيدا الولد اللي بعد 7 سنين. مشان هيك امرار بتشوفي الولد عم بيلعب بمكنسة وفكرها طيارة او مفكرها سيف، وبتخيل اشياء قدامه لان بمخيلته هدول موجودين، ولكن ما عنده الوعي والادراك انه هي هيدا مخيلة، لانه بهالحالة المنيمة اذا بدك. ومن هون بعد 7 سنين كأنه قفلتي صندوق اسود من قبله، يعني اذا بدك موجودين كل هالاشياء اللي مأثرة على حياته بعدين بدها تصير، وهو ما عنده فكرة عنها. ونلفت النظر هون انه هيدول منهم افكار ولا معتقدات للشخص، لانه هو منه واعي، تشربهم من المجتمع اللي حواليه، ولكن هيدول اللي بتشربهم رح يأثروا عليه تحسين الحاصل يعني بالمجتمع. الجيد منها للمعتقدات والسيء اكيد مش كلها سيء، طبعا في اكيد مش كلها سيء، في اشياء رح بتكون. يعني هون تقريبا خسرتي لنا من وين تجي المعتقدات وكيف بيكون تاثيرها. صحيح، يعني تاثيرها ببلش يبين تقريبا، مع انه في اوقات بنشوف اطفال كمان يعني بتظهر عندهم تصرفات غريبه مش كمان ترجع لمعتقدات اخذوها. صحيح، يعني قبل 7 سنين. صحيح،
يعني اذا عندك مثلا اهل دائما بيصرخوا بيعيطوا، الولد بيطلع عنيف او امرار بيطلع، اذا الاهل دائما مثلا بيضربوا بيطلع هذا الولد عنده خوف كثير من الناس، تحسيه وذرو يعني كانه هيك منزوي بقى، كل شيء بيمرق بحياه هذا الولد بياثر عليه. والتاثير امرار يعني هلا مثلا اشياء صغيره، راح اعطيكي مثال وقتها كنا عم ندرس الـ NLP البرمجه اللغويه العصبيه. ايه نعم، بقى الاستاذ اللي عم بيدرسنا خبرنا عن معتقد كان عنده اثر عليه لوقت درس الـ NLP لحتى اكتشفه. بقى بيقول كان هو كان جاي بده يلعب مع بيو، وبيو جاي تعبان من الشغل، بقى بيقول له بدي العب معك بالطابه، بيقول له هلا تعبان رح نام شوي وبرجع بلعب انا وياك. بقى بس يعني هو نايم على التخت البي، بس برم ظهره الولد، شو ترجم هالحركه؟ انه هيدا بيي عمل هيك لانه انا ولد مش محبوب. وهيدي يعني شوفي شو شغله بسيطه وطبيعيه بالنسبه للاهل، ما لازم يلوموا حالهم يعني. لا اكيد ليك الاهل ما لازم يلوموا حالهم، لانه الاهل هالقد بيعرفوا صح. يعني وهن بنظرهم عم بيعملوا افضل شيء لاولاده، يعني ما حدا بده ياذي اولاده، بس لانه ما كانت هالمعارف موجوده. بقى ضل هيدا الشخص مأثر عليه هيدا الموضوع بعلاقاته مع اصحابه مع الطرف الاخر الى اخره كل حياته، لوقت درس الـ NLP واكتشف انه هيدا معتقد عنده اياه. لكن كيف اذا الاشياء الاكبر اللي بتصير صحيح. مثل ما كنت عم تقولي العيط الصريخ والضرب او حل عني او هالكلمات اللي بنقولها لاولادنا اوقات من دون ما صح. او مثلا حتى على المصاري هلا موضوع المعتقدات بتاثر مثل ما كنا عم نحكي انا وياك قبل بالعلاقات بالمال، موضوع المال بده ايه بكل شيء نعم. لانه اذا مثلا الاهل دائما بيحكوا انه نحن دائما على قدنا ما بنقدر نجيب هالغراض، هذا الولد بفكر انه الحياه صعبه. واذا عندك معتقد انه الحياه صعبه، الحياه رح بتكون صعبه والكون رح يعيكسك. والكون رح بيعيكسك 100%. شو ما بتعطي للكون الكون بيرجع لك، وما بتعطي غير شو انت بتعتقدي. والمعتقد هو فكره، يعني الناس هتعرف شو هو المعتقد. المعتقد هو فكره متكرره وانت صدقتيها، ولانه ما عندك مجال انت وصغيره تصدقي ولا هيدا، اخذتيها تحصيل حاصل وصارت هي المنظار بتشوفي فيه الدنيا. كوتش سهى اكيد رح نكفي حديثنا عن المعتقدات لانه موضوع كتير مهم، ولكن بعد فاصل قصير خليكن معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، وكمان برحب بكوتش سهى طرحوه عن جديد كمان. ومثل ما قلنا باول جزء الموضوع كان عن المعتقدات، وطبعا بعدنا مكفيين فيه. وحضرتك ذكرتي كلمه كثير مهمه وهي الصوره الذاتيه. نعم. كيف بتشتغل الصوره الذاتيه وشو هي الصوره الذاتيه؟ خلال اول 7 سنين بتتكون هيدي الصوره، هي معتقدات عن نفسنا، ومع الوقت بتصير كأنه بتتجذر. يعني إذا أهلك مثلاً قالوا لك أنت بصغيرة أنه أنت دايماً ناصحة ثمينة زيادة بالوزن يعني، وما في شيء بينفع معك، شو ما عملت ما بيمشي الحال. إذا قالوا لك أنه أنت ما بتقدر تعمل شيء، ما بيطلع من أمرك شيء، كمان شرح تاخدي هيدي الصورة عن حالك أنه أنت ما بتقدري. أو يمكن مثلاً أنت بتفكري أنه أنا دايماً خياراتي غبية، أنه شو ما بعمل خيارات غبيه، لانه يمكن مره مثلا امك قالت لك شو هالشيء الغبي اللي عملتيه. بقى صح. كل هدول بتتكون صورتك عن حالك. وكثير امرار في كثير يعني ستات اللي بيكونوا بعمر كبير، حتى اذا فاتوا على لنقول صالون يعني وفي ناس، وهدول الناس كانوا عم بيحكوا وتضحكوا، بيفكروا عم بيضحكوا عنهم لانهم عندهم صوره ذاتيه متدنيه عن حالهم. بقى الصورة الذاتية بتأثر أنت كيف تتقدمي بالحياة. إذا بتحسي أنه مثلا الناس دايما بتستغلك، ما بتسترجي تقومي بخطوات. يعني الصورة الذاتية هي القناعة اللي أخذتيها عن نفسك 100%، شو مقتنعة عن حالك، شو مصدقة أنت شو صحيح. والصورة الذاتية رح نعطيهم المثل هلا، يمكن كل الستات بيقدروا يعني ريليت عليه. يعني إذا أنت مثلا بدك تخسري وزن، بدي تنتبه لخسارة، أنا بدي أخسر يعني للكلمة اللي أرجع أحكي فيها. خسارة الوزن خلص، أنت لنقول عندك وزن 10 كيلو بدك تشيليهم،
وقررتي خلص كل الناس عم تنتقدك وانه لازم تخسري وزن وانه شو شكلك لصحتك والى اخره، خلص قررتي تمشي بحميه غذائيه. نعم. بقى بتروحي عند حدا بيشتغل بهذا المجال وبتعطيك بروجرام وبتمشي عليه وبينزل وزنك. يعني طبيعتها رح ينزل وزنك. بتطلعي على الميزان كان وزنك 70 صار وزنك 60. نعم. هون عقلك بيعرف انه وزنك 70 وصورتك لنفسك على الميزان هي 70. هون شو بيصير؟ العقل كل شيء بيخسره بيرجع بفتش عليه وبيرجع. منشان هيك كثير ناس بتخسر وزن وبترجع بترجع كلمة بتخسر مثل ما قلتي غلط، هي يمكن بتظبط لازم تريليس انه بدي اطلق هيدا الوزن. بس اذا صورتك لوزنك الجديد بدك اياه ما قدرت غيرت الصوره القديمه قد ما نزلتي وزن بترجع تطلعي. يعني السبب كله بالعقل هون ما خص اكلنا ما اكلنا. لا. هي يعني الموضوع الاراده وهيك، لانه بتصير مثلا حسبي بدك تخسري وزن وغيرتي صورتك عن نفسك، بتصير انت تلقائي ما بدك حدا يعني مختص دايتيشن. نعم. يعني بتصير انت بتقللي الشوكولا من هون، بتقللي الكربوهيدرات من هون، بتقللي السكر من هون، انه كل الناس صارت تعرف هالمعلومات. صارت المعلومات كلها متاحه يعني. هون اذا عقلك ما عنده صوره جديده الميزان رح يرجع يطلع للصوره القديمه. فاذا بدك تغيري. نعم. اذا بدك تشيل الصور القديمه اللي عندك اياها عن وزنك انت وناصحه عنك. نعم. زياده وزن، بدك تبلشي انت تقنعي حالك انه انا عم بحرر كيلو ورا كيلو، مش بدي احرر 20 كيلو لانه. نعم. كمان بصير يعني كثير عليك ضغط على العقل. نعم. وشوي شوي بتصير تحسي حالك عم تنزلي، غير هيك ما في جد. طبعا هيدا فينا نتبعه بكل شيء بالحياه، بكل شيء بالحياه اكيد، بس هون لانه الوزن موضوع كثير مهم وكل الناس بتهتم فيه. نعم. خصوصي هلا صار في سمنه زائده يعني. صحيح. بكل المجتمعات. صحيح. هلا بما انه هو موضوعنا عن المعتقدات. نعم. طيب هاي الصوره الذاتية هي إذا كانت سلبية يعني هي معتقد سلبي عن حالنا 100%. أوكي. نعم. فكيف نحن بنقدر نكتشف شو هي هالمعتقدات لحتى نشتغل عليها لنحسن الهدف اللي نحن بدنا نطوره أو بدنا نوصله؟ صحيح. هلأ كل شيء بحياتنا له نتائج. نعم. يعني ما في شيء بنعمله بحياتنا ما عليه نتائج. هلأ لتعرفي إذا عندك معتقد وأنت أصلاً منك واعي عليه لأنه تكون هالمعتقد وأنت بالسبع سنين من 0 لـ7 سنين، بدك تطلع على نتائجك. أي نتيجة منا راضيتك بدك تربطيها بشيء باطن جواتك أنت مش مكتشف. بدنا نفتش ونبحث شوف أو يروح عن حدا مختص يساعده. لأنه كل شيء ممكن يعني الواحد يخدع حاله فيه إلا نتائجه. صح. يعني عرفتي مثلا بدك مال وانت ما بتطلعي مال انه عندك مشكله بمعتقد بالمال، ما في مجال يعني. اكيد يعني معتقداتنا هي نتيجنا. النتيجه اللي عم نعيشها هلا هي سبب المعتقد. صحيح. بوقت بتصيري بتاخذي معتقد مش مليون معتقد احسن ما يصير كثير عليك. صح. بلشي بنتيجه دائما بنقول بالبرايورتي الشيء الاهميه لك اشتغلي في الاولويات. وقت اكتشفتي انه عندك مشكله بالمال لنقول. نعم. بتصيري تشوفي انت بتجيبي ورقه وقلم نعطيهم كيف بدهم يعملوا كيف يعني بيجيبوا ورقه وقلم وبيكتبوا كل شيء بيفكروا فيه عن المال. يعني مثلا لنقول المال هو بوسخ الدنيا، لنقول المال ما بيطلع على الشجر، لنقول كل الناس اللي معهم المال حراميه، كل المعتقدات يعني عندنا كثير معتقدات يعني هدول المعترف فيهم يشوفوا شو هن ويشككوا بالمعتقد، يقولوا انه مزبوط كل اللي معه المصاري هن حراميه. اكيد مش مزبوط، بده يكون صادق الانسان 100%. هيدي صادق مع حاله بصير حاصل اكيد. لانه اذا الواحد بده يخدع حاله انا ما عندي ويحط اللوم على المجتمع طب اسمحي لي هون. نعم. اسالك هالسؤال، بنسمع كثير هلا بهذا وخصوصي بموضوع المال. نعم. ببلشوا دغري بانه يعملوا بيقولوا افرميشنز. نعم. توكيدات. نعم. انا غني انا غني. نعم. انا غني، بتوافق شيء على هذا الاسلوب؟ ليك للحقيقه انا بعطي توكيدات يعني انا كنت امشي بالتوكيدات، بس هلا لانه انت وقت بتقولي انا عم بتثبتي معتقد
ولكن إذا عقلك منه مقتنع، يعني مثلا تقولي أنا غني وأنت أنا لو قلتها 100 مرة مرحبا اللي فيك تقولي هون أنا سوف أو أنا في إطار يعني أنه أنا I'm going to بالإنجليزي من إلا أنه سير غني هون عقلك أنا على الطريق على الطريق عن دوي عفيك لأنه هون عقلي شو بده يقول لك انه لا مش على الطريق يا اخي انا على الطريق امبارح رايحه على الطريق فهون ما في عقلك يكون ضدك بس اذا هلا اذا انت بالتاكيدات كنت مقتنعه اكيد هون بنرجع على الصدق مع الزيت هذا اهم شيء التاكيدات بتمشي لانه المعتقد مثل ما قلنا هو فكره متكرره وكل شيء بتكرري مثل ما بنقول باللبناني كذب وصدق نفسه بقى هون عم تعطي شيء انت منك عليه وعم بتكرري لتصيري انت هيدا المعتقد الجديد اذا عقلك ما طلع ضدك يعني هون قالك انت شو عم تفكري انت غنيه بغنيه مش شايفه حالك الى اخره هون بيمشي بس اذا عقلك كثير معاكسك بتقولي انا في طريق ان اصبح غني هون مش بقدر اشارك لانه انت عم تشتغلي على هيدا الموضوع بدك تكوني لحتى توصلي للغنى اللي انت طلبتيه يعني. أكيد أنا هون بحب ذكركم مشاهدينا أنه خصوص المواضيع اللي عم تحكي فيها كوتش سوها كتير عميقة وكتير بدها شغل مشان هيك إذا كنتوا حابين تعرفوا تفاصيل أكتر أو تطوروا أي جانب من حياتكم كلكم متعوين أنكم تتواصلوا مع كوتش سوها طبعا أرقام التليفون راح تمر بأسفل الشاشة وأيضا منصات التواصل الاجتماعي كلها راح تشوفوها فيكم تتواصلوا معها أو معنا إذا بتحبوا لحتى نرجع نوصلكم بكوتش سوها خليكم معنا رح تشاركنا كوتش سوها تجربة صحية صعبة مرت فيها طبعا هي كانت يمكن نتيجة معتقداتها وصورتها الذاتية وتغير منظورها كتير خلال هذه الفترة تابعونا بعد الفاصل لنسمع سوا هالقصة من كوتش سوها صحي صعب وخطر للحقيقة وبعد ما يتشافى الواحد نوعا ما ببلش هيك يعمل ريفلكت شو أسباب هالشي اللي صار معه ولو هالحدث اللي صار معي السنة الماضية صار قبل سنة 2013 الحقيقة كنت هلأ بوضع صعب جدا بس لأنه تغير المعتقدات عندي من أنه أنا شخص ضحية بالمجتمع لشخص أنا بينتج الأشياء اللي بتصير معه ولأنه هيك تغير تفكيري صرت أطلع أنه شو سبب هالشي اللي صار معي شو المعتقدات شو الأفكار شو المشاعر اللي كنت مرقة فيها خلال فترة زمنية طويلة وبحب شدد أنه طويلة يعني مش أنه يومين ثلاثة طويلة واللي اكتشفته للصراحة فترة طويلة من حياتي كنت دايما أحس حالي مذنبة ودايما الناس حسة انه شو ما اعمل كانه انا الغلطانه ولوم حالي وانه انا شخص سيء بين قوسين ودايما عندي ذنب تجاه نفسي ودايما عندي هيك استياء انه ما في شيء عجبني وبدي الاشياء تصير مثل ما انا بدي واذا ما صارت مثل ما انا بدي دايما عندي استياء ومشاعر كثيره بس هدول الابرز اذا بدكم وبدي اقول شغله كثير مهمه لكل شخص عنده مشاعر ذنب او عار بترجيكم يعني اشتغلوا على هالمشاعر لانه تراكم هيدي المشاعر لفترات طويله وسبريسنج يعني بتكبتوها ما بتحكوا عنها بتغير الكيمستري تبع الجسم والهرمونات تبع الجسم بتتخربط ومتى ما تخربطت الهرمونات تبع الجسم بتسبب لنا الامراض وهذا اللي حصل معي بقى الرساله اللي حابه اوجهها للكل ما تخلوا حدا مين ما كان يكون حتى أهلكم يحسسوكم بالذنب أو العار أو مشاعر الشيء أنتم مذنبين فيه لأنه ما لكم مذنبين كل إنسان عنده طاقات معينة بيقدر يكون فيها بمراحل معينة من حياته هيدا ما بيعني أنه هو إنسان سيء أو إنسان مذنب ودايما دايما أي مشاعر عندكم إياها احكوها عنا ما تكبتوها كبت المشاعر وكبت الأحاسيس بداخلنا هي سبب كل أمراضنا ودايما تحملوا مسؤولية شو بيصير معكم للمجتمع دخله وللدولة دخله وللاقتصاد دخله أنا مني ضحية أنا خالقة واقعي والواقع بيخلق من خلال معتقدات وأفكار عن نفسنا ومشاعر مكبوتة غير مصرح فيها
هذه رسالتي كانت لكم، ان شاء الله تكون وصلت، وبتامل السلام والخير للجميع ان شاء الله يا رب. لهون بتخلص حلقتنا. انا بشكركم مشاهدينا، وبحب اتوجه بشكر خاص لكوتش سهى على هاللقاء الرائع والحلو، على الرساله كمان الاروع. بتحب تضيفي اي شيء؟ يعني بنتامل نكون فدنا المشاهدين بالمعلومات اللي اعطيناهم اياهم، ويشتغلوا بهالمعلومه البسيطه اللي اعطيناهم اياها، وان شاء الله الخير للجميع. لهون بتكون خلصت حلقتنا. تابعونا بحلقات جايه، والى اللقاء.